السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة أسرع الوصفات. وصفة اليوم للتخلص من الكرش ولإذابة الدهون المتراكمة في الجسم، يعني تخفيض الوزن بسرعة كبيرة جدا. نحتاج في هذه الوصفة إلى حبة خيار، من الأحسن تكون صغيرة، أنا عندي كبيرة نوعا ما هذه الحبة. أولا نقوم ببشر الخيار في مبشرة هذا الشكل، بعد ما بشرنا الخيار صار عندنا بهذا الشكل. راح ناخذ اناء او طاس بحيث يكون يحتوي على 1 لتر او اكثر من لتر. راح نضع الخيار بهذا الشكل في الاناء، ما تنسوش أحبائي لايك للفيديو، والناس الذين أول مرة يزوروا القناة أتمنى أنهم يشتركوا فيها لكي أفيدهم بمجموعة من الوصفات السهلة والمجربة. أيضا راح نضيف على الخيار المبشور، راح نحتاج 5 أوراق من الغار، 5 أوراق من أوراق الغار، نغسلها جيدا وننظفها. 5 أوراق من أوراق الغار نضيفها على الإناء، ثلاثة أربعة خمسة. أيضا نحتاج إلى نصف ليمونة، نقطعها ونضيفها إلى المكونات الأخرى. نحتاج أيضا إلى زنجبيل، نحتاج أيضا إلى زنجبيل، من الأحسن الزنجبيل يكون طازج. أنا في الحقيقة بحثت عنه في السوق ولم أجده، فاستبدلته بزنجبيل غبرة. من الأحسن قلت يكون زنجبيل طازج. إذا كان زنجبيل طازج نقوم ببشره قطعة، نصف قطعة نبشرها ونضيفها إلى الخليط. أنا ما عنديش، قلت راح نستبدله بزنجبيل غبرة، من الأحسن زنجبيل طازج
ضيف ملعقتين صغيرتين من الزنجبيل، ثم نضيف على هذه المكونات لتر من الماء، مقدار لتر واحد من الماء. نترك هذه المكونات، نغطيها ونتركها لمدة ليلة كاملة. ليلة كاملة نعملها اليوم هذه الوصفة، ومن بكرة أو من الغد نبدأ في استعمالها. نصفي في الصباح على الريق مقدار كأس من هذا الخليط ونشربه على الريق، كأس في الصباح وكأس في الغداء وكأس في العشاء، يعني 3 كؤوس في اليوم. هذه الوصفة راح تعمل لي وتبقى لي لمدة يومين، يعني نستعملها في مدة يومين، في كل مرة أجدد. يعني مع نهاية الأسبوع راح نلاحظوا أن هناك فرق كبير ونقص كبير في الوزن. هناك ملاحظة فقط بالنسبة للناس اللي عندهم انخفاض في ضغط السكر، يعني هذه الوصفة راح تخفضنا في مستوى السكر. يعني الناس الذين يعانون من انخفاض في السكر يحاولوا أنهم إذا حسوا بدوخة ولا إذا حسوا بأي مشكل أنهم يقيسوا. فقط أنا أردت أن أحذركم، يعني ما عندها حتى أعراض أخرى جانبية، فقط أنها تخفض في مستوى السكر في الدم، ليس كثيرا بل قليلا. إذا حسيتوا بدوخة يعني ممكن أنكم توقفوا الوصفة أو تقيسوا أو تأكلوا حاجة أو شيء يكون حلو. هذه هي وصفة اليوم. ما أتمنى لايك للفيديو، الناس الذين أول مرة يزوروا القناة أنهم يشتركوا فيها، وأنتظر أيضا آراءكم وتعليقاتكم. أتمنى أني أكون قد أفدتكم ولو بالقليل. انتظروا مني في القريب مجموعة من الوصفات السهلة والمجربة والناجحة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.